الشعر العامي يعتبر جزءا لا يتجزا من التراث الادبي، حيث يُستخدم او يستخدم الشاعر العامي اللهجه المحكيه بشكل رئيسي في تعبيره عن مشاعره وارائه واحزانه. يتسم هذا الشعر بالبساطه والقرب من قلوب الناس، ويعكس ايضا حياه الشارع والتحديات التي يواجهها الفرد في مجتمعه، ويساهم ايضا في الحفاظ على الهويه الثقافيه واللغويه. للمجتمع تحديدا المصري. فتحيا مصري عم الحديث اكثر عن الشعر العامي في فقره مجلس الدار. نعم مشاهدينا ارحبوا معي بالشاعره المصريه سماح سليم. اهلا وسهلا فيك شاعرة. اهلا وسهلا بحضرتك. يا مرحبا بك. الله يسلمك. بدايه ما هو الشعر العاميه المصريه؟ عرفينا عن هذا المفهوم. الشعر العامية المصرية أو اللهجة العامة المصرية اللي هي اللهجة المحكية أو اللهجة البسيطة لهجة الشارع زي ما بيقولوا بس مقننة يعني في أسلوب مبسط مقننة بحس إن أنا أقدر أقدم قصيدة بتعبر عن شكل معين أو جزء معين من جوانب الحياة بس في شكل مقنن وفي شكل موزون وفي شكل كويس إن أنا أخاطب جميع فئات المجتمع. في في جزئيه انه بشكل موزون، هل فعلا يكون موزون؟ لاني انا يعني استمعت لكثير من القصائد العاميه او الشعر العامي، فلقيت انه مش تقريبا يعني مش اغلبه تقريبا في قصائد مش موزونه ولكن يصل مفهومها، رسالتها تصل، تفهمها وتحس فيها وتشعر تعجبك، رغم انها تكون عاده مش موزونه. فاتوقع في عدم وزنها حلاوتها أنا أتوقع والعلم عند مصرح. الشعراء هو أكيد هو يعني. تتميز العنبية المصرية أو اللهجة المصرية إن الكل بيحبها وكل الشعوب بتحبها وتتميز إن هي السهل الممتنع بتدخل القلب بالذات لما يكون شاعر ويعرف او يقدر يوظف الكلمه وينطق القلمه في القصيده بتاعته زي ما حضرتك بتقول ممكن ما تكونش موزونه بس بتعبر عن قضيه معينه والسهل الممتنع الممتنع بس يفضل ان هي تكون موزونه او احاول ان انا اوزنها بحس ان انا يعني تكون كامله بقدر الامكان نعم طيب أستاذ سماح الى اي مدى استطاع الشعر العامي ان يعبر عن قضايا المجتمع بشكلها آه الشعر العام التقار... تطرق لجميع قضايا المجتمع آه ككل آه يعني بنلاقيه بيخاطب ال... الانسان البسيط العادي بيعبر عن مشاكله بيخاطب مثلا جميع الفئات يعني ممكن حد يكون على قدر من الثقافه تلاقيه بيفهم العاميه والشعر العامي زيه زي الانسان البسيط يخاطب الغني والفقير ايوه يخاطب الغني والفقير مظبوط فهو يعني ما خلى جانب من جوانب الحياه ما تطرق ليها نعم طيب ما هي اوجه الاختلاف استاذ سماح بين العاميه والشعر الفصيح هو الشعر الفصيح بيتميز ان هو ممكن يكون موجه لفئه معينه او يقدر يفهمه فهم فئه معينه او او يتجاوب معاه او يتجاوب معاه فئه معينه ما انا ممكن افهم الشعر بس ممكن ما اتجاوبش معاه فالفصيح بيبقى متوجه لفئه معينه لكن الشعر العامي ان هو بيبقى متوجه لكافه انواع الشعب فبيجذب كتير وبالذات الطبقه اللي هي يعني بتكون بيعبر اكتر عن مشاعر عن مشاكلها عن مشاعرها وبيوظفها بشكل كويس فبيجذب كتير لكن الفصحى بتبقى ممكن تعجبني بس يعني ما, ما تعبرش عن الوجهه او مشاكلي انا لا. فبيبقى محكوم شويه بطبقه معينه لكن الشعر العام او الشعب بمعنى اصح آه بيعبر عن كل حد بيعبر عن انسان بسيط بيعبر الطفل كمان ممكن يسمعه ويفهمه ويمشي معاه وبالذات زي ما قلت لحضرتك لو انا قدرت اوظف القصيده كلمات ووزن لا. لان انا بعمل حاجه تبقى ف... فبنلاقي ناس كتير من ال... من الشعراء العاميين ما راحوا وما زالت قصصهم لحد دلوقتي بنسمعها وباقيه جميل ما طرحتيه استاذه سماح ولكن انا على يقين بان الاجمل سيكون من خلال كتابك وهو رباعيات سماح سليم فيا ريت نسمع قصيده من قصائد رباعيات سماح سليم اوكي أه... اول حاجه هقول حاجه صغيره وبعدين اقول حاجه كبيره انا مش عبقرية دنيا ولا فندان انا فيلسوف داير فيك في اي شب وفي اي مكان بكشف زيفك لكل بشر ولاي انسان يا دنيا بتخبي ده حتى المولود بيتولد من بطن امه عارف وشك من قبل ما يبان وعجبي في احنا يعني مثلا الدنيا مش عاجبه حد فينا فأنا بلومها بقول لها إيه يا دنيا يا بنت الإيه مالك مش عاجبة حد ليه لا فقير ولا غني ولا بيه كل شيء فيكي بالورقة والقلم أيوة ده ربك اسمه العج والحكم دنيا وهنمشي منها مهما بقينا مهما قعدنا وأنا أصلي بحب صلاح جاهين بحب أكتب للناس العاديين بص يا ألمي من حواليك إحكي اشكي عن هموم الناس مش بس همومك كل واحد مستخبي جوه هدومه مداره خبصه مداره تبته مداره عيوبه وربك بحال عباده عليم ايوة ده ربك اسمه الكريم قالوا زمان كل واحد وليه ايامة كل واحد وليه علامة واختار يا ابن آدم ربك عليم جبار يجبر قصر كل مظلوم كل ضعيف أو مهموم واحنا يا قلمي راح نكتب كل يوم راح نحكي راح نشكي عن الهموم وانا اصلي بحب كتابات صلاح جاهين بحب اكتب للناس العاديين وعجبي آه في حاجه صغيره بس كده <تصفح> فبقول اقول في آه هم بيقولوا لي انت بتحب اللي انا بكتب برضه كصحافه هم بيقولوا لي انت بتحب الشعر انا من يومي بكتب يعني بحب الشعر كده فبقول لهم شق قلب وشق وشرق غريق فيك يا دنيا وبقولها على الملأ سألوني راح تسيبي في دنيتك ايه؟ راح اسيب حبة شعر على حبة ورق وعجبي. يا سلام، جميلة، جميلة حقيقة ويعني جميل ما طرحتيها، يعني. على فكرة الشعر العامي أنا يعني من وجهة نظري أحس أنه يوصل للقلب بسرعة. بدون استئذان حقيقة، مزموعة. بدون حتى ما أنت تركز في الكلمات لأن في الشعر العربي الفصيح أو في أنواع الأشعار الأخرى تحس أن مختزن حاجات لابد أن تفسرها أن تحللها مزبور. لكي تصل للمفهوم المطلوب من هذه القصيدة ولكن الشعر العامي بسلاسته وبساطته يدخل القلب يفهم في لمح البصر السهل ممتنع بالضبط فيعطيك العافية على اللي قدمتيه حقيقة السؤال هنا أيضا هل نال كل الشعر العامي والشعر الفصحى نفس المكانة بين فئات المجتمع ام لا يعني اليوم اقدر اقول ان هناك فئه كبيره من الناس تسمع للشعر العامي وفئه قليله تسمع تسمع للشعر الفصيح هل هذا صحيح ام لا لا انا 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 حاسه بالعكس يعني مثلا لم الشعراء العامين او الشعر العام ما زال مظلوم لحد النهارده يعني مثلا اقول الشعر كله بيتجه للشعر الفصيح طب ما هو في شعر عمية بس عمية زي ما بقول لحضرتك احنا بنوظفها بنختار الكلمة يعني مش أي عمية احنا بنكتبها هي بالعكس ده الشعر العمي بيبقى أصعب أنواع الكتابة من الشعر الفصيح لأن ازاي أنطق الكلمة وازاي لأن كمان أنت بتخاطب ممكن أطفال ممكن تخاطب يعني جميع طبقات المجتمع مش فئة معينة فعشان تختار الكلمة وتوظف الكلمة بيبقى أصعب من الشعر الفصيح ومع ذلك ما زال الشعر العامي مظلوم اني ما اقول شعر يبقى شعر فصيح لا في شعر فصحى في شعر سوري في شعر عاميه زيه زي شعر الفصحى يقدر بالعكس هو بيخاطب جميع انواع المجتمع ومشاكل المجتمع فانا اعتقد ان ده في ان ما زال الشعر العاميه مظلوم لحد النهارده بالنسبه يمكن للشعر استغلق. يمكن يمكن استاذ قد اتفق معك في, في جزئيه عن الظلم الواقع على الشعر العامي ولكن في جزئية اخرى قد لا اتفق معك بان الشعر العامي حاليا انا اتفق معك يمكن قديما يمكن مظلوم او وقع عليه الظلم ما حد كان ينتبه له او يتابعه، ولكن في الوقت الحالي اللي احنا فيه لا الشعر العامي اليوم في اغلب مواقع التواصل الاجتماعي يوصل ترند مزبوط صح بس ولا بس لا اذا اخذ حقه مم. أخذ وقته هذا وقته لكل لكل وقت على ما يقولون لكل مكان زمان، لكل مكان زمان معين أو لكل زمان مكان معين. قديما ما حد سمع له ولكن الحين ما شاء الله ترند يوصل. وايدين من الشعراء إحنا نشوفهم كتار هم الشعراء اللي بنشوفهم في مواقع التواصل الاجتماعي وبالشعر العامي صح ولا لا؟ مظبوط هو دلوقتي بدا فعلا إنه بدا فعلا بالتقدم والسوشيال ميديا يظهر الشعرة دول، قبل كده ما كانش فيه طبعاً. بس برضو ما زال الشعر ما خدش العاميه نفس الفصحى، يعني هو دلوقتي بدا ان هو ياخد دوره ياخد حقه والناس اتجاوبت معاه انا بيعبر عني بيعبر عن مشكلتي، انا ممكن اكون عندي مشكله معينه الاقي شعر بيتكلم عنها وموظفها صح فانا اوريدي بروح ليها بس ما زال ان الفصيح يعني لما بنقول شعر كله بيتجه للفصيح يعني هو دلوقتي اخذ والسوشيال ميديا عملت له كتير بس لسه ما يعني في ظني انا يعني ما نالش زي الشعر الفصيح درجات الاهتمام اقل آه. من درجات مع ان المفروض يبقى العكس صحيح لان زي ما قلت لحضرتك ده بيخاطب كافه المجتمع يعني المفروض يبقى العكس بس ان شاء الله مع الوقت والسوشيال ميديا يعني على طول هيقدر يوصل باذن الله تعالى وعلى فكره يعني زي ما قلت حضرتك وتفضلت وقلت ان في شعراء وبدا الشعر العاميه من عن طريق السوشيال ميديا انا كان موهبه ومثلا مش حاسس بيها او مش مدركها لما اشوف الشعر ده او دي او كذا او كذا ها ها ممكن اقولها وممكن انميها فتخلق مني شاعر او شاعره يعني شاعره وبلاقي الموهبه عندي مع ان انا ما كنتش مدرك ان انا عندي موهبه فالسوشيال ميديا بتلعب برضه دور هنا ان هي بتعرف الناس ان في شعر عاميه بحيث لو حد عنده موهبه ينميها يقدر يعمل فيديوهات يقدر يسمع للناس دي فلا فعلا بدا بس يعني هو دلوقتي في المرحله الاولى او الثانيه يعني بيجي. طيب هناك فصحة. سؤال حقيقه على الصعيد الشخصي منذ متى وانت تكتبين الشعر أستاذة سمح هو آه من وانا صغيره بحب القراءه وبحب الشعر بس صدقا صدقا شعر الفصحى آه سوري العاميه من 2017 اكتشفت ان انا بكتب عاميه قبل كده انا ما كنتش اعرف ان انا بكتب عاميه خالص يعني كنت كل البعد عن العاميه كتبت في الفصحى اكيد اه كتبت في الفصحى بس يعني عايزه دراسه شويه انا عندي بس لسه ما جاش لي ديوان زي زي العاميه آه لما اكتشفت ان انا عاميه لقيتني بمشي فيها بما ان كمان موضوع القرايه القرايه بتخليني مثلا اشوف مثلا مشكله معينه اقدر اكتب عليها قصه قصيده بالعاميه اقدر اكتب فبقى عندي مخزون ديوان انا عندي فصحى بس الفصحى قليله لسه ديواني ان شاء الله القادم باذن الله هيكون فصحى. ان شاء الله باذن الله اشوف لك الديوان في الفصحى باذن الله. الله تعالى طيب مش هتسمعينا حاجه بقى؟ أه... نقول براحتك حزن والم حزن والم الله يبعد الحزن ان شاء الله <applause> عجب على الدنيا بين حزن والم فرح وجرح نواح وسويط. عبيط يا ابن ادم والله عبيط لو تتعشم في حد او يكون في لك او يكون يوم في ليك في حد عشم وعجبي عصفور واتولد انا حر وابن حر ودم حر واه ما الحر لما الدنيا تيجي عليه ما يلاقي ظهر ولا سند فقت من غفلتي زلزلت الدنيا بكلمتي ده انا قلمي كان مدفون طلع من تحت الركام وانتفض عصفور اتولد وعجبي يا سلام يا سلام أه في بقى انا بعت دي حلوه دي من اول ما كتبت انا عاشق للورقه والقلم بس ليا في ربي عشم انا عايز اكتب كلام كتير في القران والرسل كمان عايز اكتب في امهات المؤمنين والصحابه والتابعين بس يا رب قدرني ده انا بس حته مجرد قلم بس ليا في ربي عشم وعجبي آه في بقى حاجه تانية كده بس اول ما كتبتها دي اللي عرفتني ان انا بكتب شعر عاميه نعم. اوقات نعم. دي تعتبر البكوره بتاعتي اوقات نعم. اوقات بحس ان في الستين واوقات بحس ان في العشرين بس مش نسي ان اسمي سما سليم الشعر عندي مسؤوليه في كلمه حق قويه من ارض العروبه انا جيت وفي خير مصر اتربيت انا مش معجزه الهيه انا واحده عاديه الله يرحمك يا صلاح يا جهين علمتنا نكتب العمي ونخاطب العالم والامي علمتنا ندوق الشعر ونكتب اللي نحس بيه ونقول الحق حتى لو كان ايه في وش الحاكم والبيه وناخد الحق للضعيف بالقلم مش بالسيف دي الكلمه ليها معنى ليها مغزى ليها حرفه زي الخياط تمام مش اي حد يقدر يغزل توب جميل وعجبي جميل جدا أنا حقيقة تشرفت بتواجد معي وسعد جدا بتواجد <applause> وسماع هذه القصائد الجميلة من الشعر العامي الأستاذة والشاعرة سماح سنيم شكرا جزيلا لك سيدتي الفاضلة على تواجدك معي اليوم شكرا. <applause> شكراً.